فريق العمل. ايتن كانت شافت اخويا سيف اشاره مرور قبلها بسنه تقريبا، وحبت ان هي تبعت له سيناريو يعمل الدور حسين، وبعت له السيناريو وهي في النص قالت لي اقرا السيناريو كمان يعني عايز اسمع رايك. فانا برضو سرا زي حفظي كده اتمنيت ان الفيلم ده يكون ليا يد فيه، مش كممثل يعني، ما كنتش بفكر في دور حسين خالص ساعتها. كنت ساعتها بفكر انه حتى لو الفيلم ده هحتاج انه يبقى فيه مشاركه انتاجيه اي نوع من الدعم انا حابب الفيلم. وتلف الدنيا ومكالمه مجنونه جدا، انا كنت قاعد في البيت يوميها حتى كنت مش مبسوط قوي اليوم ده، انا مش مهم يعني حاجه شخصيه. كلمني حفظي وقال لي هي فكره مجنونه شويه بس ايه رايك تعمل دور حسين. قبل ما المكالمه تنتهي كنت انا وحفظي اتفقنا على ميعاد نعمل فيه ميك اب تيست او كاميرا تيست يعني. وصدقني مش هي فكره الميك اب او السن الاكبر او فكره ان هو حد في حاله صحيه صعبه اللي كان الحاجه اللي انا مخوفاني في الدور. طبعا كان لازم نعمل ده ونجربه، لكن الحقيقه هي كانت اول جمله لما قابلت ايتن اللي اتفقنا بسرعه جدا يمكن فيها، وهي هي حاجه تانية خالص، هي الحاله الانسانيه لحسين. فهي دي يمكن الحاجه اللي حسيت انه احنا الاثنين متفقين تماما، وده اللي خلى فكره الميك اب او انه سن مختلف او كده تبقى حاجه تانية. مهمه طبعا كل حاجه وهتساعدني جدا، بس هي كانت اهم حاجه انه نوصل للمعنى بتاع حسين. لما قريت السيناريو غيرني في حاجه كده، اتغيرت فيا، فكرني بحاجه بننساها وسط مشاغل الدنيا. كنت بتمنى لو اتعمل الفيلم ده وبعد طبعا ما صورته وعشت مع حسين ان الجمهور يحس نفس الحاجه، ان احنا في حاجه كده لما بتشرحش بالكلام بس هي بتحسها في حسين ومعنى الفيلم. فارجو ان الناس تكون حسيتها برضو يعني، بس ما اعرفش اتكلم كتير انا.